دونك القمر الصناعي في التحدي واحد العرض الحي فاش يتمثل دونك قلت دون 12 مينوت 11 مينوت او 37 دونك القمر مشي بالفيزيبيليتي نتاعو بارابور لتونس والعرض الحي يتمثل ان القمر الصناعي مش يبعث يعني دي كوموند بور اكتيفي لهنا دي ديفان ديريغاسيون اي يعني في نفس الوقت ايضا القمر الصناعي مش يبعث مختلف بيانات عن طريق الديكابتور اللي واقع يعني تركيزها في الاراضي الفلاحيه لهنا لي يعني قاعده التحكم اللي هي موجوده لهنا في مقر ترنات في البحيره دونك عندنا الفريق المهندسين اللي غادي اللي هو قاعد يتحكم في المحطه الارضيه اللي هي تبع الاتصال بالقمر الصناعي باش يوصلوا بطريقه حيه جميع يعني البيانات اللي موجوده في الاراضي الفلاحيه. الهدف انه نستعمل الفضاء لربط يعني اراضي فلاحيه لا يمكن ادراجها بشبكه انترنت الاشياء الارضيه واستعمال الفضاء اللي هو القمر الصناعي موجود في مدار منخفض يعني 550 كيلومتر لي يعني يقوم في الباساج نتاعو هو الفيزيبيليتي نتاعو 12 دقيقه يعني الباساج على تونس 12 دقيقه السرعه نتاعو في حدود 8 كيلومتر في الثانيه ويعني في الباساج فوق تونس باش يقوم يعني ب حاجتين اثنين هامين جدا اول حاجه ماشي في كوموند بور اكتيفي كيما قلت تو لي فان ديريغاسيون وزاد ماشي يبعث بيانات بطريقه حيه يعني لايف لل يعني مركز التحكم في الاقمار الصناعيه بالبحيره ويعني بعد باش نشوفوا عرض للمختلف البيانات اللي يعني في التطبيقه الذكيه هذه اللي يعني مهندسين الانترنت قاموا يعني بالقيام بها للفلاحين التونسيين الهدف منها انه تو كيما تشوفوا لهنا مش يكون عندنا بطريقه حيه دونك هذه اول حاجه هي خاصه بالطاقه الشمسيه ومستوى البطاريه خاطر حاجه هامه جدا احنا نخدموا في دي دومين اوتونوم يعني لي كابتور والمحطات الارضيه ماهوش متصلين بالشبكه نتاع نتاع التيار الكهربائي دونك نستعمل الطاقه الشمسيه ايضا عندنا مش تكون عندنا يعني دي كابتور على مستوى هطول الامطار رطوبه التربه سرعة الرياح، نسبة الرطوبة، درجة حرارة الهواء والإشعاع الشمسي. الهدف منها هذه التطبيق هذه في مرحلتها الأولى هو أن الفلاح يعرف شنو المناطق اللي يلزم يقوم بالإيريغاسيون نتاعها، السقي نتاعها، وشنو المناطق الفلاحية اللي يجب يقوم بالمعالجة نتاعها بطريقة يعني متطورة. دونك المحطة اللي فيها ديكابتور، دونك ماعرفش كيفاش تشوفوها وراكم هذيك، اللي فيها دو تيب دونتين. دونك بالطبيعه لي كابتور مش هما احنا عملنا سيستيم دو كونسونتراتور اللي خدم معناتها حكينا مع الفلاحين وكل شيء والسيستيم تاع الكونسونتراتور باهي جدا خاطر بيرمي مش يمسح مساحات كبيره نتاع اراضي فلاحيه يحطوا دي كابتور يعني نحكيو على الاف الكابتور يتحطوا في الاراضي ويرتبطوا بان الكونسونتراتور اللي هو يمشي بالطاقه الشمسيه دونك هذا ميساج يجي من الترونسيبر اللي هو اللي غوسوا لي كوموند وعندنا اللايف لورا ميساج اللي هو الميساج جامع الكابتور يعني ثم دو تيب دو ميساج اما في ليميسيون اما في ليسيسيون